أمام لجان الثانوية العامة. طبعا النهارده في الثانويه العامه يعني في ارتياح بين الطلاب وتباين للاراء في بعض الطلاب، يعني شايفين ان في عدد من الطلاب شايفين ان كان في يعني صعوبه في ماده الاقتصاد، ومنهم اللي كان شايف صعوبه في ماده الاحصاء، لكن في النهايه في ارتياح في عدد في الامتحان وفي اداء الماده، ويعني الطلبه بيشيدوا بالدور اللي بيقوم بيه التربيه والتعليم في توفير الاجواء المناسبه ليهم اثناء اداء الامتحان. هنتعرف مع بعض على يعني يوم النهارده مر ازاي والامتحان كان شكله ايه. اسمك؟ ابراهيم. قول لابراهيم اخبار الاحصاء الاقتصادي. بالنسبه للاقتصاد كان يعني سهل، ممكن الاحصاء تقدر تحل عادي شرق المتوسط. بالنسبه للاحصاء فدي انا كادبي ماليش علاقه بالاحصاء، انا ادرس احصاء ليه؟ انا ادبي على علم رياضه، انا مالي بالاحصاء. قوانين ومسائل علم رياضه نفسه مستصعب نحلها انا كادبي، انا مالي بيها. الاقتصاد ماشي ممكن يعني زي الفلسفه شويه، الاحصاء انا يحصل. يعني انت شايف ان الاحصاء كان صعب عليك شويه؟ ما لهاش لازمه اصلا، صعب على كله، صعب على كله، انما الاقتصاد كان سهل. كان سهل. طيب الاجواء قول لي انت بقى اخبار الامتحان. الامتحان الاقتصاد يعني كان في تناول الطالب اللي هو يحل شغال، لكن الاحصاء كان صعب، ما درسناهوش قبل كده. ولو ذاكرنا انت علم علوم ولا علم رياضه؟ علم علوم، ما عندناش رياضه. الامتحان كان صعب. كان صعب اللي هو الاحصاء ولا الاقتصاد؟ لا الاقتصاد، لا الاقتصاد كان سهل، الاحصاء كان صعب، هبدنا فيه. بس عبد الناصر. طبعا حضراتكم سمعتوا معانا بعض من اراء الطلاب في امتحان اليوم اللي هو الاقتصاد والاحصاء. الاقتصاد والاحصاء يعني في ناس بتقول ان الاقتصاد كان صعب شويه، وفي ناس بتقول ان الاحصاء كان صعب شويه، لكن بصفه عامه في ارتياح ما بين الطلاب في اداء المادتين الاقتصاد والاحصاء. وده برضو كان في بالامس يعني كان في ارتياح في التربيه الدينيه وفي يعني ايضا التربيه الوطنيه. يعني خلينا نقول لحضراتكم ان في اجراءات بتتبعها مديريه التربيه والتعليم ل